المهدي لنا عودة. احيانا امنا ما كتكونش هي اللي ولداتنا، تقدر تكون الجاره، الخاله ولا الحمات، وهذا نموذج الحمات شغلات مكان ام زوجة الابن. العدوزة ديالي حاسباني بحال بنت وحده من بناتها، وما كتفرق من حتى وحده بيناتنا، عادي مزيانه العلاقة، كنحسبها بحال امي وكتحسبني بحال بنتها. اي فين نعاونك؟ لا صافي قريبا غندير، بغيت ندير شويه الطاجين بالقرقه. الدريه الله عمرها، اخترت انا بنفسي لولدي ومعانا مزيانه، اللي عرفت لها كديرها واللي ما عرفتهاش كنكملوها، والحمد لله دابا ولات كلشي كتعرفوا، علمناها ولات قاده بوليداتها، كتسقى مزيان، قاده بالكوزينه ديالها، قاده بالزوج ديالها، مراضيه هي وياها بلا نفاق بلا حتى شي حاجه، زعما مرضيه حشوميه من نهار اللي جنا عمرها ما تهتش فيها حتى العين ديالها. كتعاون انا وياك، تهز معايا ولادي، كتعاونني كلشي، ما مقسمه حتى واحد، دايره بحال بحال، كولادها كولادي، انا كولاد بنتها بحال بحال، عايشين حنا كلنا مجموعين بخير وعلى خير، على السرة وعلى الضرة وعلى الزوينة وعلى الخايبة، واللي خسرتها هي تنصوبها انا، والصبر، وغادي معاونين بالتقوى والايمان. ماشي انسان غادي نغير انا من ولدي، ما ماشي معقول، راه ولدي وكبدي ولدته ومشيت هي خطبتها وجدتها، الا حبيتها وبغيتها علاش نغير منها؟ ما نغيرش منها، خاصني نكون نديرها بحالي بحال بناتي. ملي كيكون انسجام بين الام وبين الزوجة، الرجل راه كيدخل للدار ديالك ويكون مرتاح، كيحاول ديما امكن يدخل للدار يبارك يرتاح مع الوداس، مع الام، مع الزوجه ديالو، كيكون حتى الحياه ديالك كتكون مزيانه. درتي مشكل صغير، حاجه طبيعيه، كنجيو كنتجمعوا ولا كنكونوا باكين بحال على المائده هذه، وكناقشوا شويه وكناقشوا بيناتنا، ماشي كنحاول نشدوا داك الحوار وكنكبروه، ولا داك المشكل كنشدوه صغير وكنكبروه، لان جميع العائلات دابا ولاو المشاكل كثيره، من ناحيه بنادم كيكون واحد مشكل صغير كيتجمعوا عليه كيبقى يغونفلي فيه يغونفلي فيه حتى كيولي كبير. العلاقه بين الام والزوجه غالبا ما كتاثر على نفسيه الابن وادائه في الحياه العمليه. ملي كانوا بخير ومرتاحين مسجمين عوضياتهم كتمشي للعمل ديالك وانت مرتاح. رجعنا مشاهدينا مرة أخرى، والحمد لله شفنا مثال إيجابي. غير هنا كاين واحد المسألة طرقت لها السيدة واللي كيخصها هي نوضحوها للمشاهدين، واش يمكن لنا فعلا نتكلموا على غيرة ما بين الحمات وزوجة الإبن، لأن كل واحدة في مكانها الخاص. غيرة انطلاقا من بأن هذاك الرجل راه الأم دوزت معه واحد المدة كبيرة، دوزت معه فوق 20 سنة، اذا هذيك الرابط فطبيعي بانه غتكون واحد غتكون واحد نوع من الغيره. ولكن اللي جا مزيان في الروبورتاج شفنا جانب واحد الجانب ايجابي ديال هذه العلاقه، فهاد كاين واحد الخطر كبير الى هذوك العلاقه ما بين هاد الحمات والزوجات انقطعت. علاش؟ كاين خصوصا في واحد بعض الاوساط اللي ماشي من فقيره الى متوسطه، الى متوسطه، وفي واحد النسبه ديال الاميه. علاش؟ كنعرفوا بان الدور ديال الحمات كيكون مهم في مرحله الحمل والوضع. ففما ديك المرحله فكتكون كتجي الزوجه ما عندهاش معلومات، ما عارفاش بزاف ديال الحوايج، فالام ديال تحتضنها فالحمات كتكون عندها واحد المعلومات كبيره اللي خايضاها من التجربه ديالها، ولا من الحمات كتكون والده حاليا في 2010 حمات غتكون والده واحد 6 ولا 7 الدراري بالنسبه للمعدل ديال الولاده اللي كان شحال هذه، اذا عندها واحد التجربه كبيره بزاف، يمكن ليها تدوز لهذيك بنت مرات ولدها. فملي كنقطعوا هذاك الرابط فحتى هذه المعلومات ما كتبقاش، خصوصا وناخذوا واحد المراه اميه ما قاريهاش مثلا. فبالنسبه لواحد المراه اللي قاريه يمكن لها تدخل الانترنت ولا تقرا كتابات كيفاش تربي ولدها، كيفاش تحمل الحمل، كيفاش كيدوز الوضع، كيفاش كيدوز التربيه، كيفاش تكون، كيفاش تاخذ، كيفاش التربيه، كيفاش تهلا فيه. فمت الزوج كتكون عندها واحد الحموله معلومات كبيره وتجربه كبيره اللي يمكن تدوزها لهذيك ويمكن تستفد منها مرات الولد، ولكن شريطه ان مرات الولد حتى هي تبادلها بنفس الشعور. وهنا غادي يخليني نسالك دكتور، واش ما نرجعوش شويه للتربيه اللي كتلقاها الزوجه في الصغار ديالها والمحيط الاسري اللي كتعيش فيه، وكيفاش كتشوف امها وباها كيتعاملوا؟ طبعا يعني هذه العوامل كلها حقيقه مؤثره، لان ذاك البنت متى تكون صغيره ميرات تكبر راه تكون زوجه وراه تكون من بعد ام، فعلى حسب التربيه اللي تلقتها يعني في الصغر، وعلى حسب الصوره اللي شافتها نقولوا بين الاب ديالها وبين الام ديالها،
كل هذه العوامل تتأدي إلى كيفاش أمها تتعامل مع جدها اللي هي حماتها كذلك طبعا. نعم. فحقيقة احنا في الروبورتاج هذا اللي شفنا يعني هو روبورتاج رائع واللي حقيقة رائع من ناحية الأسس النفسية وهذه احنا نلاحظوا في الروبورتاج هذا نقولوا هذا روبورتاج موازي للثقافة العربية والثقافة الإسلامية والمجتمع المغربي ديالنا لأن نقولوا احنا يا معتادين على أن الأسرة عامة تعيش يعني جماعة وتعيش متكتلة والقضية مهمة على عكس مثلا الصورة الغربية لأن مستحيل مثلا في الغرب أن نقولوا الزوجات تسكن مع الحما ما كاينش هذه نعم. تماما في حين احنا تنشوفوا هنايا واحد القضية ما يسمى في العلاقات العلاقة التكميلية يعني هنايا الأم تبحث عن راحة الابن ثم على أن الزوجة تبحث عن راحة الزوج نعم. وهما الزوج والزوج بالتالي طبعًا. تتكلم على أنه مرتاح طبعًا. يعني ما كاينش المشاكل يعني ومراته راهم هنايا تلاحظوا على أن الحمد لله النفسانية ديال الزوج يعني هائلة وناجح في العمل دياله طبعا حنا كثير تنجهلوا على أن مثلا الصراعات النفسية لها علاقة بالمردودية في العمل يعني كل ما كان الإنسان نفسانية دياله جيدة كل ما كانت المردودية في العمل إيجابية طبعا ومني كانت تكلموا على التربية ما كانت تكلموش غير على التربية ديال البنت كانت تكلموا حتى على التربية ديال الولد يعني من الصغر طبعا باش حتى هو من بعد يعني من يتزوج يعرف كيفاش يتعامل مع المرأة دياله ومع حتى الام ديالها لان هي راه طبعا هنايا تنشوفوا كذلك على ان هذه الام رغم على انها اميه ماشي معنى دائما الانسان امي ما تيفهمش لا الناس الاميين شحال هذه قاعده تيفهموا احسن من اليوم نعم. كانت عندهم واحد الاخلاق جيده واحد طيبوبه رائعه يعني وحنا تنشوفوا في الروبورتاج هذه كيفاش وقع التفاهم وكيفاش ان هذه الام ما تتهضمش الحقوق ديال داك العروسه وداك العروسه كذلك ما تتهضمش الحقوق ديال الحما ديالها في الاول والاخر هي السعاده ديال الابن ديالها وحتى الاخلاقيات ديالها يعني حتى هي نقولوا هذه العروسه حقيقة متخلقة نعم. وهذه الأم الأمية حتى هي متخلقة نعم. يعني. غنرجع لك دكتور ككلمة أخيرة وكحل وكبعض نصائح لبعض المشاهدين اللي كيعانيوا من هذه الإشكالية ديال الحمات وديال زوجة الابن ولكن طريق بغيتك مادام أنت عشتي تجربة شنو يمكن تقول من خلال الموقع ديالك للأزواج اللي حتى هما يا مروا أو مازال أنت يمروا بنفس المشكل اللي أنت كنتي كتعاني منه غير المساله اللي غادي ننصح بها اي واحد نعم. الحمد لله ما تنساش الزوجه راه هي غادي تكون مستقبل الحمات والام ديال هذا حتى هي تعرف كما كان يقول واحد المثل الا بغيتي تشد الولد تهلا في المراه راه هذا هو اللي رجعنا له دابا نعم هذه الحمد لله لان الرضا عند الله سبحانه وتعالى الوالدين الا ما كانوش الوالدين ما كاين لا رضا لا والو وتا الوليدات راه الرساله اللي كيعطيها لنا الله سبحانه وتعالى خصنا نكملوا عليها وليداتنا والله ما إني بلغت فشهد الحمد لله الله يبارك وبالنسبه للحالات اللي كنتوا عشتوها كيفاش كنتوا كتعاملوا مع الازواج ومع الحموات ومع حتى زوجات الابن باش كنتوا يعني كتصحوهم اخت كنا يعني احنا عندنا علاقه مباشره مع الزوجه ومع الحمات مع الحمات كنا كنتعاملوا مع الازواج ولكن كانت عندنا لان هي الحلقه ربما القويه في هذه المنظومه يعني كانت يعني كيفاش يعني كي يعني ينظرون يعني التجارب كيفاش كانت يعني كنجيبوا شي وحده باش كنتوا كتقربوهم يعني شنو هي لغه التواصل يعني ولغه الحوار اللي كنتوا يعني كتستعملوا معها كنجيبوا وحده عندها تجربه كما قلنا عندها 50 عام كتجي تحكي كيفاش مرت وكيفاش الان كتنظر حاليا للمستقبل ديال ولدها وهذيك الزوجه حتى هي كتشوف ان فعلا راه كاينين النساء رغم كبروا في السن راهم كيتفهموا الوضعيه ديال الابن اللي هو مرتبطين به بجوج فكيكون هذا التواصل ربما كيكون نصائح ربما اللي هي كما كنقولوا المراه كتعرف المراه كيكون نصائح بيناتهم كيمروها الحمد لله اللي كتبان في يعني في الاخير كتبان ان هذيك الزوجه اللي هي مقبله على الزواج انها الحمد لله اكتسبت والاصل يعني كما كيقولوا من بعد الاكتساب التجربه ديال من عند النساء كاين الاصل ديالنا ما خصنا نرجعوا ليه ما نحشموش ونقولوها خصنا نرجعوا للدين ديالنا كيفاش نرجعوا ليه نعم اللي هو الركيزه الاساسيه كيفاش نرجعوا ليه هو بسيط الدين ديالنا الحمد لله اللي كيعدوا واحد القاعده واسعه كما اشار الدكتور ان الغربيين ما عندهمش هذه الخصائص اللي هي ربما الحنه ديال الحمات ويعني وهذاك التدلل ديال الزوجه كيفاش كدلل باش تقرب ليها باش يكون في الحقيقه وفي النهايه باش هذيك الزوج هذيك الاسره تكون لها دور نعم ونقولوا حنا خص هذيك الاسره تكون لها دور بمعنى خص تكون لها دور داخل المجتمع نعم وهذا الحمد لله كيتير اذا انتم كتحاولوا انكم تواصلوا ما بين الحمات وما بين زوجه نعم. الابن وباش تلقاو لهم واحد الارضيه ديال التفاهم وديال الحوار وكل وحده تضحي من جهتها نعم. وما تكونش كل وحده على حساب الاخرى لان
وحده ما غادي تاخذ مكان الاخرى، هذيك الام وهذيك الزوجه، ولكن بلا ما نغيبوا الراجل، فشنو دور الراجل في وسط هذا الزوج ديال السيدات في القلب ديالو؟ هو نقدر نكون هو يحاول يدير واحد التعايش، ولكن حتى الام لا الام لا الزوجه خصهم يعاونوه باش حتى هو يدير هذا التعايش، بما اننا كنهضروا على الراجل هو الموضوع اليوم، فلا الزوجه لا الام ديالو خصهم يعاونوه، كما قال الاخ حتى الام خاصها واحد الوعي باش توعى بانه راه الامور بدات كتبدل، هذه المراه ديال اليوم ولا عندها واخا ما بقاتش كتضرب تماره كما كتشوف، ولات عندها مشاكل من نوع اخر اللي هي كتاخذ لها الوقت وكتاخذ لها الطاقه النفسيه والجهد النفسي. نعم. هذا الشيء اذا مساله ديال التوعيه ديال الامهات، وكما قال الاخ حتى الزوجات يفهموا، فحنا نوقفوا بعدا في مساله ديال الفهم، خصنا نفهموا بعضياتنا، نفهموا هذيك الام كيفاش كتفكر ونفهموا هذيك الزوجه. ودائما ملي كنبغيو اننا نحكموا على الاخر كيخصنا اولا نحطوا نفسنا في مكانه بطبيعه الحال، وخصنا نفهموه اكثر بطبيعه الحال. فيمكن من نوع هذه البرامج يمكن لها تفتح عيون بعض الناس باش يفهموا شي دور اللي يمكن كيقول انا كنعيش عير انا فزلف بيد ديالي، فالمشكل في هذه الاشياء اللي كدوز في العائله، بعض العائلات كتقول حنا الوحيدين اللي في هذا العالم تنعيشوا هذه المشاكل. نعم. انا بوحدي اللي عندي هذه المشاكل في العالم، فاش كيكون واحد الحوار لا في وسائل الاعلام لا في مجتمع مدني كيدير توعيه، فكنفتحوا كنقولوا هذا الشيء كاين، هذا الشيء واقع، ها واحد الشكل، ها واحد الشكل، خاصو يكون واحد النوع من التعايش ما بين هذوك. نعم. والزوجه ما جاياش باش تاخذ الزوج من الام ديالو، هي جايه غير باش تكمل واحد الحياه اللي كانت بداتها الام بتربيه وبعطف وحنان حتى هي بغات تكملها. كلمه اخيره لك دكتور. وحقيقة الروبورتاج الأخير تيعكس نقولوا الخاتمة، وطبعا حنا تنتمناو من ناحية نفسية طبعا على أن يعني الرجل خصوصا نقولوا الحامة تكون تعتبر ذاك العروسة بنتها. نعم. وخصوصا كذلك ذاك العروسة تعتبر الحماة ديالها الأم ديالها، وحنا من تنقولوا يعني هذه القضية هذه يعني بكل الموازين، يعني مثلا ذاك الحماة حصلتها الله نقولوا في العروسة ديالها بالهدايا بالكلام الطيب. أنا عندي مثلا واحد المشكل اللي كانت الحاله نقولوا الحمام مشات وتهجمات على العروسه ديالها وضرباتها الضربي، هذه الاشياء يعني حقيقه لا هي مرغوبه فيها لا من ناحيه نفسيه ولا من ناحيه دينيه مثلا، ولكن لابد المعامله ان تكون معامله جيده، وكما قلنا الرجل كذلك يجب ان يعطي الحق للام ديالو ويعطي الحق كذلك للزوجه ديالو. فاذا كان هناك واحد الكونفلي واحد الصراع، ان احيانا ذاك الصراع قد يؤدي الى نتائج سلبيه، قد يؤدي للاكتئاب، قد يؤدي للطلاق، قد يؤدي للانتحار، هنا عندئذ ما نخليوش نقولوا هذا الصراع يبقى دائما عايشين عليه. انا هذه من العادات التقاليد المغربيه تنعيشوا احيانا على ذاك نفس المشاكل، واخا الصراع زاد وحنايا تنخليه زايد، لا الحمد لله. وفي بعض الاحيان كيمكن لنا اننا نحلوا المشكل يعني ببساطه طبعاً. بابتسامه بكلمه يعني حلوه، وكنخليوا الاشياء يعني طبعا يعني هناك الحمد لله حلول، هناك اخصائيين اجتماعيين. نعم. اخصائيين نفسيين، اطباء نفسيين، يعني احيانا الانسان قد يعيش مشاكل هو براسه ما تعرف كيفاش يتخلص منها، ولذلك هنايا من الافضل انه يعني يستشار، ما خاب من يستشار. نعم. والحمد لله المغرب فيه مجموعه من الاطر يعني العلميه الكافيه باش تقدم المساعده لاي احد يعني تعيش بعض المشاكل في هذا الصراع. نعم. كنشكرك دكتور على هذا التوضيح ديالك، كنشكركم على الحضور ديالكم وعلى التوضيحات ديالكم، وفي الاخير تنبغي نقول بان الا بغيت فعلا انا وحماتي نبقاو في قلب راجلي كيخصنا شويه ديال التنازل وشويه ديال التضحيه وبزاف ديال الحب والعطاء. انتهت حلقتنا اليوم، لكم تحيات فاطمه خير وطاقم اسر وحلول، الى اللقاء.